مشاهدينا الكرام متتبعي الأيام 24، مرحبا بكم معنا. لازلنا على تتبع لقضية كنزة والتي شغلت الرأي العام. كيف ما تبعوا معنا المشاهدين الكرام، كان البارح الحكم الابتدائي بالقضية واللي أدان المشغلة وزوجها بثلاث سنوات حبسا للمشغلة وتعويض مالي قدره 9 مليون سنتيم وسنتين حبسا نافذا للزوج ديالها وتعويض مادي اللي وصل 60 ألف درهم. البارح كيف ما تبعوا معنا المشاهدين، ما دويناش مع كنزة لأنها في ديك اللحظة اللي تعلن فيها الحكم مشات نهارت وتصدمات. غنشوفوا معها كيف شافت الحكم ديال البارح. كنزة كيف شفتي البارح؟ حضرتي الجلسة، حضرتي المرافعات، حضرتي التعقيب، حضرتي لكل شيء، لقيتة ديال الحكم ما لقيناكش، كيف شفتي الحكم؟ السلام عليكم. صح، هذا الحكم كنت كنتسنى فيه شحال، يعني مده هذه من نهار بدا هادشي ديال نهار تقدم مقدم وكيل الملك كنتسنى، زعما قلت واقيلا الجلسه الاولى غادي يتحكم، ولكن طول هادشي يعني حتى الجلسات. الحمد لله يعني بان، يعني بانت الباين حقيقه، وانا ما كذبتش على المغاربه كاملين يعني اللي كاع داروا التقيه، زعما داروا فيا الثقه، يعني الثقه ديالي يعني طاحت، فهمت؟ يعني الثقه اللي داروا فيها وما طلعوش الناس يعني البراءة كما كان كيقول الدفاع ديالهم، كان يقول المتهمين ديالي راه خاصهم يكونوا براءة، حيتاش يعني الفاعل ماشي هما، يعني خاصكم تقلبوا على الفاعل. انا بيت زعما نعرف يعني الفاعل شكون هو، حيت المحامي ديالهم كل مره في الجلسه كيكرر القضيه كيقول لك كاين فاعل هادو ماشي هما. يعني بغيت نعرف شكون هذا، يعني شكون هذا اللي كنعرف، ولا شكون هذا اللي فهمتي اللي ضربني ولا تعدى عليا. انت تصدمتي ماشي من الحكم، تصدمتي من الكلام اللي دار في الجلسة؟ لا، تصدمت منه يعني بجوج، يعني من الحكم ولا تا من يعني الحكم اللي تصدر حتى هو ما عجبنيش الحال. فاش سمعته صافي ديك الساعة خرجت خليت القاعة عامرة ويعني مشيت، يعني باش ما نتلاقى ما شي واحد يشدني. و حتى المحامي ديالهم حتى هو يعني بقى كيدافع عليا وبقى كيقول يعني شي هضرة اللي ما عجباتنيش. واحد لقيته فاش هضر يعني دموع ديالها بالطوب بلا ما نحس، يعني بدا كي يعني اي حاجه نتقبلها، اي حاجه نقدر نغمض على عيني، ولكن داكشي ديال كيطلع الواحد في الشرف ديالك ما تقدريش تقبلها، يعني شي حاجه اللي صعيبه بزاف ما تقدريش كاع دوزها، يعني شي ما تقبلتوش. وعاوتاني شويه عاوتاني حسيت بشي الامان اللي هضر وكيل الملك حتى هو ملي قال ديك فهمتي، بحال شي رجع فيا شي الامان من دافع عليا وقدام يعني كاع الناس كانت القاعه عامره كلشي دافع عليا. وكنشكر حتى المحامي ديالي حتى هو اللي دافع عليا بحرقه، يعني بحال شي وحده من عائلته ولا اخته ولا شي شي وحده قريبه ليا، يعني كنشكرهم بزاف كاع اللي وقف معايا ودعمني. بصراحة يعني ما كنتش واقعة يعطيهم ديك عامين وثلاثين، يعني جاتني بحال فهمتي ما، ولكن المحامي ديالي تاهو ما عجبوش الحال، وانا فهمتي كنتفاهم الوضع، يعني هو كيفاهم القانون، يعني هو كيعرف مصلحتي كتر مني. بحال انا ما عجبنيش الحكم وداكشي وتاهو ما يكونش عجبو، يعني ما كانش حتى واحد ما كانت واقعة يعني يعطيهم ديك عامين وثلاثين، يعني ما بحال حتى شي حاجة جاتني انا بحال والو، يعني العدد السنة صحتي اللي ضاعت وكل مدقدقة مرة تحت رجليا ما تستاهلش ديك العقوبة، جاتني بحال ما هي حتى شي حاجة. المهم وكيل القضاء كيعرف، يعني هو اللي كيعرف. كاين مازال المراحل التقاضي، كاين مازال الاستئناف، كاين مازال النقد، وهادشي اللي طرق ليه المحامي ديالك، قال لك ان مازال عندنا مراحل التقاضي وممكن اننا نستأنفوا الحكم. هذاك الشيء اللي قال المحامي ديالك، مازال كاين استئناف، يعني يقدروا يزيدوا شويه، يعني حيت داك الشيء اللي زعيني ماشي ساهل، يعني راه دقدقت كامله. الحمد لله ان شاء الله يكون خير، وكنشكر المغاربه كاملين 400 واحد اللي وقف معايا وساندي. حتى في التنازل كانوا كيتصلوا بيا كيقول زعما ندير التنازل، داك الشيء درت انا، يعني التنازل ما كاينش، انا عمري اصلا ما فكرت التنازل ولا الفلوس. النهار اللي جات عندنا الام مشغله فاش قالت لك زعما نعطيكم اللي بغيتي وديروا التنازل، انا الساعه قلت لها ما بغيت حتى شي حاجه، صحتي ضاعت، الفلوس ما يعوضوا ليا حتى شي حاجه، يعني الفلوس ما كيعوضوا الصحه، الصحه ضاعت ما كتعوض على الفلوس لا حتى شي حاجه، واخا ما عرفتش شنو يوقع. في لحظه من اللحظات وخلال الجلسه يعني شي شفت المرات وانت كتبكي؟ صراحه البارح داك الساوي ديال البكاء ديالي الدموع ديالي هبطوا بلا ما نحس، هي الهضره اللي قال الدفاع ديال المتهمين فاش بدا كيطعن في الشرف ديالي وكيقول لك يعني علاش الدكتور يعني اللي دار ليا داك الشيء ديال يعني الخبره ديال واش انا فهمتي واش حامله واش ماشي فهمتي واش ماشي مغازع مقاش هذا الشرف ديالي فهمتي. انا ديك الساعه ما تقبلش القضيه كيفاش قالوا كيفاش هضر بها، وتا
يعني حتى المتهمه الاولى يعني السيده كتخدم معنا هي قالت شي هضره يعني قالت لك المهم حتى بقات كتقول لك زعما كانت تعرف شي واحد كانت كتقول لها فداك الشيء كتقول لك يعني راه كانت كتعرف شي واحد راه كان عندها تليفون هذاك التليفون بغيتها تجيبو لك انا اصلا ما كانش عندي تليفون جيب داك التليفون اللي كنت كنهضر فيه ونشوف مع مين كنهضر ومع مين كنتواصل ولا فاش كنت كنخرج يعني السبت حد كما قالت هي واخا انا ما كنت كنخرج لا السبت لا حد هذا الشيء اللي بغيت نعرف يعني هي كانت تعاونتيني واحد الكلمه بقات فيها واش قالتها يعني بقى فيا الحال انا فاش قالت لك انا عندي وليداتي انا عندي وليداتي وشكون يعني باقي مقوي دخل راسي اصلا راه دارت وليداتها ويعني وعندها وليداتها ما انا اللي هرسات ضيعتني في صحتي ودقدقاتني يعني بقات صحه لا والو شكون هذا اللي غادي يعني اللي غادي يتزوج بيا وغادي يقبل عليا فهمتي يعني انا اصلا وليداتي باقا ما دارتهمش يعني هي دارتهم باقا بحال كدير بها كتبكي انا ميا بدار دارتهم يعني حسيت اما انا راه ما يعني صحتي ضعت فيها بسبب هي الزوجيه اللي ضيعوني في صحتي يعني ما خلوش ليا يعني شكون هذا اللي زاف الشطاني والشرف ديالي شكون داير يتيق يقول لك هاد البنت تربصات يعني يقول لك راه باقي عندها الشرف ديالها حتى واحد ما يقدر يتيق واخا جيبي الدلائل واخا يقول قدر داكشي يكون مزور يقدر يعني داكشي دار مع يد الناس ما يقدرش تقبلوا العقل مي والله لا يسمح لي انا اصلا ما نسمحش لي مدين الاخير واخا دابا خدوا العقاب ديالهم ولكن داك العقاب انا ما رضيتش ما عجبنيش ديك الساعه فاش سمعت القاضي شنو قال دا خرجت في البلاصه يعني ما هضرت له مع الصحه ولا حاجه ديك الساعه ما ديك الساعه خرج صافي ضربت الصحافه تخبيت عليهم ومشيت لهم يشوفني حتى شي واحد يبقى يهضر معايا ولا شي حاجه حيت ربي اللي كان عليا كل لحظه فاش حسمات الحكم يعني ما تقبلش داك الحكم داكشي حتى داز عليا راه ماشي ساهل انا 7 شهور وانا في العذاب ماشي السجن بوحدو راه بحال كنت في السجن والعذاب والجوع والتعنيه بالليل وبالنهار يعني شي حوايج اللي عشت في ديك الدار ما حتى واحد ما يقدر انا بوحدي اللي يعني ربي اللي عالم داكشي اللي كنت عايشه بديك 7 شهور كامله الله ياخذ فيهم الحق هادشي نقدر نقول يدير لك شي تاويلات الخير. مشاهدينا الكرام قبل ما نختموا غنشوفوا مع الام ديال كنزة كيفاش شافت الجلسه وكيفاش شافت الحكم. ما يخدوش شفتي حضرتي الجلسه البارح شفتي بنيتك في الوقيته اللي كانت كتبكي شفتي شنو تقال في الجلسه شنو تبغي تقولي اليوم؟ وا كنقول دعيناها من الله هادشي اللي نقول لهم اللي قال شي هضره خايبه الله ياخذ فيه الله الحق واللي وقفوا معنا ورانا باقي الناس في بلادنا باقي المغرب باقي زوين باقي الحكم زوين باقي كلشي داكشي داروه كلشي على حقه وطريقه داكشي اللي كنا ننتظره هو هذاك واخا هي ما عجباش الحال انا قلت لها صافي ماشي مشكل المهم داكشي اللي قلتيه ماشي كذوب داكشي اللي قلتيه حقيقه ولاني صافي قلت لها حنا كنمشيو ونجيو كل سيمانه وكل داك والله الا عينا بنيتي كنمشيو عكانين كل سيمانه جاكين والناس اللي كنجلسوا عندهم عكيناهم واحد السيدة اللي قال السيدة مالكة راجل عمتها ولد عقيناهم ديما جالسين عندهم ديما جاكين غاديين نوبا نمشيو نباتو عندهم مرة نمشيو مرة عينا قلت لها صافي هادشي ملي ما كذبتيش على المغاربة داكشي اللي طرا لكلشي قلتيه ما قلتيش شي حاجة اللي خارج القانون داكشي اللي كاين قلتيه ما كذبتيش زعما على عليهم تا واحد ما غادي يهز عليك نظره خايبه والطبخ هادو تا هما شافوا داكشي اللي كاين الشيء اللي كاين قالوه للطبه دوك دوك الطبه الشرعيين ولا الطبه الاخرى كلشي شافوه تا حاجه ما قالتها غلطه حاجه تا هي ما صابوا عندها شي حاجه خايبه اللي كيقولوا فيها هضره خاسره داكشي ما فيهاش وما ديروش بنتي قلت لك طايقه فيها وما ديرش شي حاجه خايبه وما وانا عارفاها ولاني راه اللي بغى يقول شي حاجه راه لا بدا كي ديروا بحال كوك باش حتى هما يخفوا على هذوك اللي صابوهم راه مشاو راه غادي يخفوا عليهم راه داك ديالهم راه المحامي ديالهم قال لي كيقولوا في هذيك الهضره ولا الله ياخذ الحق في اي واحد قال هضره خاسره وصافي هادشي اللي غنقول لي هو قالت لك ما نسامحش في حقي انا مازال كندير ثانيه وكنقول الله ياخذ فيه الحق هادشي اللي غنقول لهم كاع اللي طعنا في شرف الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي نقول لهم كاع الحاجه اللي قالوها فيها خايبه الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق حنا ما مسامحينش لهم لا دنيا اخره وهذا الشيء اللي كاين ما قال داك الشيء اللي كاين على الطبه شافوها وراه دازت من قدامهم لا الطب الشرعي ولا الطب الاخر وخليهم يهضروا حتى يحلوا فيهم حتى يقنعوا واش غادي نقول لهم الله ياخذ فيهم الحق هذا الشيء اللي نقول لك صافي الله يدير لكم شي تاويل الخير بنتي الله يدير لك شي تاويل الخير بنتي إذن كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام كان هذا أول خروج اللي كنزة والأم ديالها من بعد الحكم اللي صدر البارح واللي كان أنه المشغلة أدينت بثلاث سنوات حبسا مع تعويض ديال 9 مليون
والزوج ديالها ودينا بسنتين حبسا نافدا مع تعويض ديال 60,000 درهم اللي هو 6 مليون. مازال مراحل التقاضي، بقي الاستئناف وبقي النقد. غنبقاو على تتبع الملف كنزة وغنوافيكم دائما بالجديد مشاهدينا الكرام. لنا الصورة ولكم التعليق. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.